السلام عليكم. هضرت ملي كتشوفوا هو اللي غادي يخليني نعرف اش منطوق غادي ندير فواحد الجمله مركبه من زمن عادي وزمن مركب. فالشيمه او الرسم اللي قبلتكم كيمثل خط الزمن. فخط الزمن هنا عندنا مثلا لو بريزون هو الحاضر، فاي حاجه كتجي من بعد كتسمى فيتور، واي حاجه من قبل كتسمى باسي. لكن هذا الفيتور عندنا مجزأ وهذا الباسي عندنا مجزأ. ف الزمن المركب ديال البريزون هو الباسي كومبوزي، اذا خصو يكون قبل من البريزون. عاود هنا باسي سام مع الباسي اونتيريو. فالزمن المركب ديال الباسي سام هو الباسي اونتيريو. دونك اذا الزمن الباسي اونتيريو غادي يجي قبل من الباسي سام. وهنا الزمن المركب ديال لامبارفي هو لو بلوس كو بارفي. اذا لو بلوس كو بارفي خصو يحدث الوقوع ديالو قبل من لامبارفي. اما فيما يخص الفيتور فالفيتور اونتيريور هو زمن مركب من الفيتور سام. اذا خص يكون الحدث ديالو او الوقوع ديالو قبل من الفيتور سام. هنا عطيت جمله دي كو جوري فيني مي دوفوار جو دورميري. هنا دي كو جوري فيني هيا لوكسيليا هيا بارتيسيب. دونك لوكسيليا عندي فيتور سامبل، اذا هذا فيتور اونتيريور. جو دورميري ار اي هذيك لا تيرمينيزون ديال الفيتور سامبل. اذا اول ما حدث في الزمن هو هاد الحركه هذه هي اللي حددت هذا ما وقع في خط الزمن. ومن بعد جات الحركه الاخرى. اذا هاد الجمله تقدروا تكتبوها تدربوا عليها بالازمنه اللي عطيتكم قبيله présent, passé composé, imparfait, plus que parfait, etc. ونتبعوا الحصص الجايه ان شاء الله غادي نكمل. السلام عليكم.